السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. مشاهدين الكرام قناة الواقع الفضائية، أرحب بكم وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وفرح وسرور ومودة. بعد غياب أمس رجعنا لكم اليوم بإذن الله بشمس مشرقة وإبداع متميز. مع اليوم بيكون حلقة استثنائية مستحيل إنها مرت على برامج الواقع. أمس بسبب العطل الكهربائي أو عطل فني، الحمد لله تم تصليحه ولا قدرنا نطلع في فقرة المطبخ اللي هو أمس. لذلك عشان ما تروح درجات المتسابقين اللي أمس الأربعة، زين قالوا الإدارة خلاص إن بنخلي اليوم فريق أمس الأربعة وفريق اليوم أربعة، يعني أربعة أربعة، اليوم ثمان متسابقين. ما بعد صارت في برامج الواقع كلها. الله يحييكم يا مشاهدينا الكرام. فعلوا هاشتاج البزنس كم اليوم؟ ذكروني يا شباب. اليوم البزنس 65، راح أسحب على 1200 نقطة. 1200 نقطة هذه بيدكم يا جمهورنا الكريم على تاج البزنس 65. متسابقك المفضل عندك عبد الله البقمي وفلاح بن فراج وموسى الفيفي وخلف القحطاني، هذول فريق، ومحمد ناصر المري وخالد السهلي ومحمد بن سراج ونايف الرفيدي، هذول فريق. الثمان متسابقين كل متسابق منكم يحتاج تصويت نقاط منكم، والراح يكون السحب عشوائي عن طريق التاج البزنس 65. نبغاكم تشاركون، نبغاكم تتفاعلون. أبقر بعض التغريدات، بيض الله وجهك يا موسى، الله يطول لي عمرك. راح أقرأ بعض التغريدات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. عطونا رأيكم بشكل عام في البرنامج طيلة 65 الأيام اللي راحت. عطونا اقتراحاتكم، عطونا أراءكم، ترى أن بدونكم ولا شيء. الله يعطيكم ألف عافية. طيب تفضل. لو فاز الفريق هذا كل واحد منا ياخذ 300 صح؟ كل واحد 300 درجة. اليوم تقييم الشيف ابو علي، مساك الله بالخير ابو علي، كيف حالك يا حبيبي؟ عساك طيب؟ الله يبارك فيك. الله يسعد قلبك، شرفني طال عمرك هنا. الله يبارك فيك. حياك الله ابو علي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ عساك طيب؟ شلونك؟ انا اذا ما شفتك يا ابو علي يجيني لخبطه. الله يبارك فيك. لازم اني اشوفك وارتاح نفسيا. الله يسعدك ان شاء الله. عشان اعرف اقدم. الله يسعدك. يا طول عمرك يا حبيبي. طيب ابو علي اليوم معنا تقييم 1200 درجة. لكل متسابق 300. لكل فريق. لكل متسابق يطلع له 300 درجة ولا لا يا موسى؟ نعم. ها و شو اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفريق الخاسر يعني مع السلامة، باي باي. طيب وش رايك نوجه تحية لمعدنا الغالي اللي يتعب، سالم بن سعيد؟ يستاهل. سالم بن سعيد الله يعطيه الف عافية، ابو سعيد بيض الله وجهه، يتعب على كل شيء في فقرة الطبختين. كل تشوفوا النجاحات اللي جالسين تشوفونها فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل سالم اللي هو عد المحاور وينسق مع فرق الدعم، وبيض الله وجهه على كل حال. وكذلك نشكر مهندس الصوت الجميل، انا كني في فقرة ختامية بس ودي اشكره يوميا، مهندس الصوت احمد الله يعطيه الف عافية، وكذلك الشحات ومحمود وما يحتاج عاد المهندس شمع. او المخرج الكبير والكبير الله اللي هو شريف، ويعطيكم الف عافيه. اذا في اسماء غايبه عني ذكروني الله يعطيكم. حتى الشباب القائمين على النظافه كلهم والعمل، كلهم على النظافه، محمد وابو فكري وكل الشباب، كلهم لهم دور بانجاح الشغل. بلا شك بلا شك، بيض الله وجيهم على كل حال. طيب وين الشباب؟ ارحب يا ابو فراج، يلا حيه الله لا يهينك. شلون الحلقه اليوم؟ يقولونها نار وشرار. أف عليك، اليوم ثمان متسابقين هم الفريق الواحد. لكم 1200 نقطه، يعني شو اسمه 300 نفسها، بس ان جمعنا فريق امس مع فريق اليوم. عليكم السلام، مرحبا يا ابو ناصر. خصم تو يوصل. ساك الله بالنور والسرور والورد المنثور. انت ملاحظ انه كل شيء عم يجي عم يوقف هنا؟ شباب شيكم مسكين مين؟ ابو ناصر بيخافوا من الحار. يخافوا من الحار؟ بيخافوا من الحار بيوقفوا هنا. طيب محمد ناصر وخالد السهلي ونايف الرفيدي ومحمد بن السراج في انتظاركم، الله يعطيكم الف عافيه، اللي هو الثلاثه البقيه. طيب الاكلات اليوم سهله ابو سعد. وش الاكلات؟ سهله كثير، يعني الحار فوتوتشيني الفريدو، الفوتوتشيني وش هي؟ والبارد انا ما اعرف الفوتوتشيني، وش الفوتوتشيني؟ فوتوتشيني ما بتعرفه؟ لا والله، وش هو؟ مكرونه.
فوتوتشيني مكرونة؟ اي لا حنا نسمي هي مي فوتوتشيني، هي لها اسم ثاني. وش عبود؟ ما اعرفها يا عمري. ها؟ باستا؟ باستا. اي شوف انا قايل لك خواله من ايطاليا. انت بما انه خواله من ايطاليا، الفوتوتشيني هو نوع من انواع المكرونه السلكيه اللي بتجي طويله ورقيقه شوي. تدري اني الله يديمها ما احب اكل السلكيه هذه؟ ليه؟ خصوصا في مطعم. مره دخلت صح؟ لا مره دخلت لي مطعم راقي، اقسم بالله. اسمع موسى، اسمع السالفه. مره دخلت لي مطعم، هاي ابو ناصر، دخلت لي مطعم راقي ايطالي والله العظيم، حق باستا ما باستا، وكل اللي جالسين طبقات مخمليه، وانا مع ناس وكانوا خيانه من الامارات ومتكين معهم على طاوله. ترى الكلام هذا قبل اسبوع. اهل قطر يسلمون عليك ابو ناصر، توني جاي من قطر، يسلمون عليك وكلهم والله يسلمون عليك السلام، يوصلون السلام. لا اله الا الله. في حاجه ثانيه، اي يوم تكين على الطاوله اثر الرجال يوم جيت الطلب جاهز، ويحطون عندي ذا الموزع ذا اللي يوزع الاكل، يجي ويحط عندي المكرونه ذي اللي تمطط، هانا بيتفلسف وكذا، وحطوا عودين فيها شو يسمونها السمك ذا، شو يسمونه السمك الصغار، ها؟ الريبيان؟ لا لا جمبري، لا سوشي. سوشي، شكرا سالم. سوشي، سوشي سمك. ايه؟ سوشي سمك، سوشي سمك، نعم. ايه سوشي. السوشي مو سمك. السوشي ممكن يكون محشي سمك سلمون. هو من بنت عم السمك. سلام، مرحبا يا خالد، يلا حيا، شلونك؟ مرحبا، عساك طيب. السوشي السمك، هي اما بنيه السمكه ولا بنت عمها، المهم منها فيها صله قرابه مثل الرجال هو العائله. تفضل. فيوم جيت واخذ الملعقتين وكذا، والله العظيم اني مستحي، والله يا ابو ناصر مستحي، ما ادري ايش اسوي يا ريجيل. الوضع رسمي يا ريجيل، رسمي رسمي، اقسم بالله. تحس ان الناس اللي في المطعم كلهم يطالعون فيك، والله العظيم. يجيكم شعور كذا؟ يجيك خالد الشعور ذا يا ولد؟ والله العظيم جيت ابى اخذ بالملعقه، التفت يمين يسار. اي التفت يمين يسار، اللهم علي وعاين كذا، انا اسوي كذا وعاين في خويي. اي والله اللي هو ما شاء الله متعلم، انا ما نعرف الا بم خمس، واسوي كذا، المهم ما عرفت لها تفلت. اي والله. واحاول اسوي كذا، المهم، واشد واقرض ايدي بالعيدان، نزلتها، خذيت الشوكه، قمت اكل من السوشي. قال لاخوي اكل يا اخي من المكرونه، ليش ما تاكل؟ انا ميت على المكرونه وديبها، بس ما اعرف كيف هذا، اخاف انها تمططهم ويجي شكلي كذا. في نصيحه، اذا تبي تصرف قول فيني حساسيه. ما ادري ولد وش وجي عاطي. طيب اي والله. المهم قال خوي الاماراتي، قال يا ولد تعال امسك خذ صحني وعطني صحنك، ولا انا بقطعها لك عشان تدارك الموضوع. المهم وذهب الجميع وصلحه. والله يلا حيو، الله يقلع، ما حد فاعل على السالفه. انتم ايش رايكم؟ الله يحييك. طيب في انتظار خالد، وين خلف؟ عفوا، مو بخالد، خلف وينه؟